لمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلي عبر الهاتف دكتور أشرف كمال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. دكتور أشرف، إذا لو تحدثنا عن هذه القمة، قمة مجموعة العشرين التي تأتي في وقت يعني يجتاح العالم موجة من الأزمات والتحديات في الحقيقة على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي، وبالتالي أهمية هذا التلاقي بين هؤلاء القادة بطبع للتغلب أو وضع حلول ربما مستقبلية لهذه الأزمات. أهمية هذا التجمع بالفعل تنبع كما ذكرت حضرتك من حجم التحديات التي تحيط بالعالم بشكل غير مسبوق، من الناحية الجيوسياسية نزاعات، ومن الناحية الاقتصادية تزايد عوامل عدم التأكد واللا يقين والمخاطر في الاقتصاد الدولي بشكل كبير، ومن ناحية الأمن الغذائي تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم وحالات من الجوع في بعض الدول الإفريقية. كثير من التحديات، نظام الحوكمة الدولي نفسه الذي يضم مجلس الأمن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة مجال نقاش بشكل كبير، مصداقية النظام الدولي على المحك، كثير من اهتمامات الدول النامية في غاية الأهمية، تحديات عارمة، ومصر بما لها من ثقل ووضع متميز إفريقيا وعربيا وإسلاميا ومتوسطيا، كانت دائما محل دعوة من قادة الدول النامية في مجموعة العشرين، وهذه المشاركة الرابعة لمصر، قد شاركت في العام الماضي عندما حضر الرئيس في نيودلهي رئاسة الهند. التحديات كما أشرت حضرتك شديدة الأهمية، خاصة الاهتمامات التجارية للدول النامية. منظمة التجارة العالمية تحتاج إلى كثير من المراجعة لاهتمامات الدول النامية وللسماح للدول النامية باختراق صادراتها ونفاذها لأسواق الدول المتقدمة. النظام المالي الدولي والسياسات المالية والنقدية التي تتبعها بعض الدول المتقدمة وأدت إلى ارتفاع التضخم، وكلنا نعرف أن جزء كبير من التضخم في بلادنا النامية يرجع إلى ما يعرف بالتضخم المستورد، وتزايد مشكلة الديون للدول النامية التي يجب أن توضع لها حل بالنسبة للدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل. طب دكتور أشرف، يعني دعنا نتناول بعض الملفات المتعلقة بهذه القمة والتي هي لها أولوية. نبدأ بأداء المؤسسات الدولية. ربما نحن بحاجة إلى إعادة إصلاح بعض المؤسسات الدولية في ظل هذه التطورات وفي ظل هذه التغيرات الجيوسياسية والأزمات التي يشهدها العالم. أن يوجد تمثيل مثلا للقارة الإفريقية في مجلس الأمن، أن يوجد تمثيل أيضا لأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن بشكل دائم العضوية، وبالتالي أهمية هذا الأمر وإنعكاساته خلال الفترة القادمة على التغلب على هذه التحديات والمشكلات. هذه قضية حيوية التي أثرتها حضرتك، وتبرز على الساحة بشكل كبير، والدول الإفريقية تزداد أهميتها مع الوقت بشكل كبير واهتماماتها، ويعني هناك توجه أن تكون يعني أحد الدول الإفريقية ذات الثقل. مصر وجنوب إفريقيا على سبيل المثال يكون لها تمثيل في العضوية الدائمة في مجلس الأمن للتعبير عن مصالحها، لكن يعني يتوقف ذلك على كثير من النقاش مع الدول المتقدمة في هذا السياق، ويعني كثير من المفاوضات وكثير من النقاش في هذا السياق. أيضا هناك حديث عن إطلاق تحالف دولي لمكافحة الفقر والجوع، يعني أهمية هذا الأمر خاصة مع انتشار هذه المعادلات ربما في الدول النامية في الحقيقة، ودور هذه الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى في العالم في دعم الدول النامية في هذا المجال. ذلك من أكثر الأمور أهمية نظرا لتزايد المخاطر في هذا السياق بشكل كبير، وقد أطلقت الأمم المتحدة أهدافها الأممية للألفية، ومن أوائل هذه الأهداف هدف بالقضاء على الفقر وهدف بالقضاء على الجوع، وكانت هناك أهداف قبل عام 2015 للأهداف الأممية، وللأسف لم تتحقق تلك الأهداف وتزايد عدد الجائعين في العالم، وهناك تقديرات للبنك الدولي أن عدد الجائعين يتجاوز 800 مليون فرد على مستوى العالم. ذلك التحالف الدولي في غاية الأهمية، ومصر مهتمة جدا
بهذا السياق، خاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تؤثر على الأمن الغذائي وتؤثر على إنتاج الغذاء على مستوى العالم، والدول النامية هي أكثر المتضررين من التغيرات المناخية رغم انخفاض مساهمتها في الانبعاثات الحرارية بشكل كبير. طيب، طالما تحدثنا عن التغيرات المناخية دكتور أشرف، وهي أيضا من الملفات المطروحة على طاولة النقاش في قمة مجموعة العشرين، ربما لا توجد إرادة دولية حقيقية للتعامل مع هذا الملف، وشهدنا بالطبع أو نشهد ربما في هذه الأونة ما يحدث في أذربيجان في COP29 وعدم هذه المشاركة الواسعة من جانب قادة العالم بالطبع، أيضا عدم الالتزام يعني بدفع الالتزامات المتعلقة بصندوق الكوارث والطوارئ وغير ذلك من الأمور، وبالتالي المخاطر المترتبة على هذا الأمر. كيف تتعامل الدول الكبرى أو الدول المتسببة في هذه الأزمة، أزمة التغير المناخي بشكل كبير، في الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة القادمة؟ ذلك ملف حيوي جدا، ونذكر جميعا أن بداية إطلاق صندوق مواجهة الكوارث كانت في مصر في COP27 في مؤتمر شرم الشيخ، كانت أول مرة يطرح فيها آلية محددة لهذا الأمر، ثم تم التطور إلى حد ما في قمة دبي بعد ذلك، لكن يبقى التنفيذ على أرض الواقع بغاية الأهمية، وتجمع الدول النامية مهم جدا في هذه السياقات جميعا، لأنه يعطي لها زخما ويعطي لها صوتا كبيرا على الصعيد الدولي في تحقيق مصالحها الاقتصادية والمالية ومصالحها التنموية بشكل كبير. أيضا دكتور أشرف، يعني لو تحدثنا أيضا عن هذه القمة، ربما هناك صراعات تربط بين القادة المشاركين في هذه القمة، الصين، روسيا، الولايات المتحدة وغير ذلك، ولكن كيف يمكن التوافق حتى يمكن التعامل مع هذه الأزمات العالمية، ما يتعلق بالأمن الغذائي، الحرب الروسية الأوكرانية، وربما الاقتصاد والسياسة، يعني هم وجهان لعملة واحدة ولهما تأثير وتداعيات على بعضهم البعض. من الأهمية بمكان في هذا السياق تغليب استراتيجية الحد الأدنى للمصالح، تحقيق مصالح الجميع بالحد الأدنى لها دون المساس بمصالح الآخرين، وتطبيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وسيادة كل دولة على إطارها الوطني، وتفعيل إطار لنشر السلام على مستوى العالم. أيضا لو تحدثنا عن صعيد الاستثمارات، كيف يمكن تعزيز حجم التجارة العالمية في ظل هذه الأزمات أيضا التي نتحدث عنها، وفرصة هذا اللقاء الذي يجمع قادة 20 دولة من أكبر اقتصادات في العالم وأيضا 19 دولة مشاركة كضيف في هذه القمة؟ ذلك أمر في غاية الأهمية، وفي حقيقة الأمر مصر كان لها دور كبير بإطار الدول النامية من خلال مجموعة 20 في جولات سابقة، جولات أوروغواي وجولة الدوحة، التجارة العالمية تحديدا. وفي حقيقة الأمر فإن التجارة العالمية بشكل عام منحازة لصالح الدول المتقدمة، والدول المتقدمة تضع قيودا كبيرة على صادرات الدول النامية بشكل كبير. تجمع الدول النامية ومحاولات إصدار يعني التعامل بالعملات الوطنية معا وتسهيلات التجارة بين الدول النامية تساعد في هذا السياق بشكل كبير، خاصة في مواجهة التعنت في تطبيق تدابير الصحة النباتية من قبل الدول المتقدمة بالنسبة للصادرات الزراعية. نعم. أيضا دكتور أشرف، لو تحدثنا عن القارة الإفريقية تحديدا، والاتحاد الإفريقي يشارك في هذه القمة ربما للمرة الأولى كعضو يعني في قمة مجموعة العشرين، وبالتالي أيضا كيف يمكن طرح يعني الأجندة الإفريقية من خلال تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في هذه القمة بطبع واستغلال هذه الثروات الكامنة داخل القارة الإفريقية؟ القارة الإفريقية في الواقع يعني هي أكبر القارات من حيث الموارد وأكثر القارات مظلومية من حيث إدارة تلك الموارد ومن حيث النهب الاستعماري الذي حدث على مدى قرون لتلك القارة، ثم امتداد الممارسات من الدول الغربية في هذا السياق. صوت القارة الإفريقية برز بشكل كبير، ومصر كان لها دور كبير من خلال دورها في النيباد وفي الاتحاد الأفريقي من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي،
في الفترات السابقة لتجميع الصوت الإفريقي. القارة الإفريقية تسخر بموارد كبيرة جدا، وبها دول يمكن أن تكون سلة غذاء العالم، ولكن للأسف هذه الدول تعاني من مجاعات، منها السودان الشقيق، نرجو أن يخرج من أزمته إن شاء الله. دكتور أشرف، أيضا يعني في هذه اللحظات نتابع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مقر انعقاد القمة، لكن هل ربما نشهد تغييرا في السياسة الأمريكية في العديد من الملفات بالطبع، خاصة مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى مقاليد السلطة؟ بالنسبة للانتخابات الأمريكية، في حقيقة الأمر فإن الرئيس يمثل أحد المؤسسات في الدولة الأمريكية، فالبيت الأبيض له صوت إلى جانب البنتاغون وإلى جانب الكونغرس والمؤسسات الأخرى، فبالتأكيد أن هناك تغييرات ستكون هناك في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في السياسة الداخلية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف كمال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي وأستاذ الاقتصاد الزراعي.